نذهب في هذا التوقيت إلى مراسلنا سيف الدين العامري، هو موجود على الحدود الأوكرانية الرومانية أو داخل رومانيا لكي أكون واضحا أكثر. ما الذي يحدث هناك في رومانيا سيف الدين بناء على نازحين كثر يتجهون هناك وهناك تعزيز عسكري فرنسي كما قيل في رومانيا؟ صحيح ماجد، نحن تحديدا في بوخارست ونتجهز للتوجه شمالا إلى الحدود الرومانية الأوكرانية. ليلا لاحظنا وجود توافد لاجئين أوكرانيين إلى العاصمة بوخارست، هذا كان واضحا في العاصمة بوخارست من المطار إلى وسط العاصمة. لوحات منجمية تحمل أرقام سيارات أوكرانية تدور الآن في العاصمة بوخارست. طبعا هناك ترحيب للاجئين الأوكرانيين الهاربين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طبعا إلى رومانيا. الوضع في الحدود طبعا هناك نوع من استقبال الوافدين، طبعا هناك كمية معينة قادرة رومانيا على استقبالها وصلت إلى أكثر من 100,000، الآن تجاوزت 100,000 هنا في رومانيا، البعض منهم في بوخارست وفي مدن أخرى مهمة. سمعنا كما تفضلت وتأكدنا من أن القوات الفرنسية قد تتجهز لنشر قوات بالشراكة مع الناتو هنا في رومانيا. طبعا الحكومة الرومانية تؤكد دعمها لهذه الخطوة، وكما نعلم أن هناك تحالف بين أوكرانيا ورومانيا بالنسبة للعملية العسكرية على أوكرانيا في أوكرانيا، وهذا يعود إلى تاريخ طويل. طبعا من بوخارست هذا الوضع الحالي ماجد، في الساعات القادمة أكيد سنوافيكم بكل التطورات حول توافد اللاجئين على الحدود الرومانية الأوكرانية بدقة وأكثر تفاصيل ماجد. أشكرك سيف الدين العامري، كان معي من رومانيا، شكرا لك. من بوخارست طبعا كان معي. مشاهدينا الأكارم السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة الغن الأفريقي في حلقة جديدة عاصمة الألمانية برلين. ضيفنا اليوم هو البروفيسور أمير حسين حسن، سوداني المولد والمكان وسودان الثقافة واللسان وأوكرانيا الهوى. الرجل هاجر إلى أوكرانيا للدراسة واستقر فيها وبنى حياته هناك. اليوم سنحاور البروفيسور أمير لأنه شاهد عيان عاش في أوكرانيا، استمعنا إلى العديد مما يحدث في أوكرانيا من حروب ومأساة اللاجئين، أيضا تابعناه عبر وسائل الإعلام الأوروبية والعربية، ولكننا لم نستضيف شخص عاش تلك المأساة في داخل أراضي الأوكرانية. مرحبا بك بروفيسور أمير. مرحبا بك دكتور عبدالله، ومرحبا بالمشاهدين عبر قناتكم الموغرة وذات الحضور الكبير بين أبناء جاليتنا في أوكرانيا، و شكرا لكم للاستضافة. بروفيسور أمير حب أسأل ورفعت صوتك شوية قليلا حتى يستمع المشاهد. أولا سأعطيك فرصة للتعريف، من هو البروفيسور أمير حسين حسن ومتى هاجر إلى أوكرانيا ولماذا استقر هناك؟ أعطيك الفرصة لتفضل للتعريف بشخصك الكريم أولا للمشاهد. طبعا في البداية أحب أن أعرف نفسي، أنا بروفيسور وطبيب الدكتور أمير حسين حسن من أبناء السودان من قرية تستريحة في ولاية الجزيرة بالسودان، ولقد حضرت إلى أوكرانيا عام 1992 لدراسة الطب واستقريت ودرست الطب وعملت التخصص في جراحة الفكين، وثم عملت في إدارة الجامعة كنائب لمدير شؤون الأجانب في الأكاديمية الأوكرانية للطب العام وطب الأسنان، وشاءت الظروف وتزوجت من دكتورة أوكرانية
والحمد لله انجبت منا يعني بنت وابن. واستقريت في أوكرانيا بحكم إنه الفترة الدراسية كانت فترة طويلة، فهي عبارة عن 5 سنين طب وثلاث سنين تخصص وأربع سنين دكتوراه، فالفترة كانت كبيرة وكان يعني فترة الشباب كلها، فارتبطنا بالشعب الأوكراني وأصبحنا يعني أوكرانيين بالتجنس، و يعني جزء أوكرانيا أصبح جزء مننا، وهنالك صلات وعلاقات صداقة وعلاقات نسب، فاستقرينا في أوكرانيا منذ ذاك الحين. يعني جيد أستاذ، أنا كما علمت أيضا أنت رئيس الجالية السودانية هناك في أوكرانيا. الآن أنت طبعا كما ذكرت في المقدمة أجرينا عدة حوارات مع الدكتور عزيز وهو مقيم في روسيا، تحدث عن العديد من المشاكل، ولكننا أنت كشاهد عيان الآن نتوجه إليك بالسؤال: روسيا وأوكرانيا، ما سبب الأزمة بين البلدين والشعبين في هذه المنطقة دكتور أمير؟ أولا أحب أن يعني نعلم المشاهدين العلاقة بين أوكرانيا وروسيا هي علاقة أزلية وعلاقة نسب وعلاقة دين وعلاقة عادات وتقاليد وثقافة مشتركة، ولا يمكن كان للعقل الأوكراني أن يتصور في يوم من الأيام أن يحصل أن يحدث تدخل في شؤون الدولة الأوكرانية من الجهة الروسية، وحتى بموقف الشورى وليس بموقف الحرب. فنسبة للترابط والصلة بين الشعبين الشقيقين كان يعني غير متوقع إنه الأحداث تتطور لهذا الشأن بهذا المستوى، ولكن للأسف الشديد يظهر إن هنالك يعني ما ننزل على مستوى اللفظ، ولكن نقول السياسة بتلعب دور كبير جدا جدا، و المصالح الخاصة قد تطغى على الأمور اللي هي الثقافية والعادات والتقاليد وحتى الأنساب. فروسيا لقد تعدد على الدولة الأوكرانية وعلى سيادتها من عام 1900 يعني عام 2014 حينما دخلت وقررت إنه أن تقسم جزء من الدولة الأوكرانية وتدخلت في سياستها، فهي كانت تود أن تسير أوكرانيا على حسب المنظومة السياسية التابعة للدول الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن هنالك أوكرانيا ذات سيادة يعني منفردة وليس يعني تابعة للدولة الروسية، حتى أن تتدخل روسيا من ذاك الوقت بهذا الشكل العنيف والغير مرغوب فيه من الشعب الأوكراني. بروفيسور أمير، في ماذا تعزو؟ أولاً طبعاً أوكرانيا هي بلد عريق وقديم كما نعلم، لكن كثير من الشعوب تعلم القليل عن الشعب الأوكراني وعن الأوضاع في أوكرانيا. الآن طبعاً أوكرانيا برزت، أنا شخصياً أعرف أوكرانيا عبر الملاكم المشهور فلاديمير كليتشكو، هذا طبعاً الوحيد، وكل ما يأتي كليتشكو للمباراة نسمع عن أوكرانيا. غير ذلك أيضا الآن في الإعلام العربي والأوروبي، أترك أفريقيا طبعا بعيدة عن هذه الأحداث، هناك الأزمة الآن في الحدود منذ 6 أشهر ونزوح اللاجئين، وأنت واحدا منهم طبعا الآن مستقر في فيينا بسبب هذه الأزمة، اضطريت للهجرة الآن الهجرة الثانية أيضا إلى أوروبا. ما هي الأسباب الحقيقية طبعا فيما يقول طبعا هنالك معسكرين كل منهما يحلل الموقف حسب نظرته، أوروبا تقول هكذا وأمريكا تقول ذاك، وأما الأوكراني لا يسمع صوته، لماذا؟ فعلا يعني تقريبا في يوم 24 فبراير تمت القوات الروسية بضرب جميع المطارات العسكرية داخل الدولة الأوكرانية، وزي ما ذكرت سلفا إنه الدولة الروسية أو روسيا هي تحاول أن تعيد أمجادها
كالسابق. وفي ذاك الحين عندما كان هنالك الدولة السوفيتية وتضم بعض الدول الكبيرة، كان الرئيس فلاديمير بوتين هو أحد الرجال المخابرات، ونحن نعلم أن رجال المخابرات دائما يحبوا أن يعيدوا أمجاد دولتهم القديمة، ولكن لا يحترفون بالشيء الواقعي أن أوكرانيا انفصلت وذات السيادة. ففي الفترة الأخيرة نحن نشاهد في العالم هناك تكتلات، كل دولة من الدول العظمى تحب أن تضم لها عدد من الدول حلفاء وسيوزنيكي إنه هي تثبت وجودها وتثبت مناطق التصوير للمواد بتاعتها. أوكرانيا كدولة هي دولة غنية جدا جدا بالجميع المواد الضرورية للإنسان اللي هي من الطاقة والنفط والغاز وكل الموارد يعني المواد التموينية من الزيوت والمواد التموينية عامة. فهي كانت دائما يعني على مناظر الدول الكبرى، هنالك نظرة لأوكرانيا كنظرة يعني يحاول إنه يضموها لهم كمنطقة تسويق ومنطقة إنتاج. فروسيا من هذا المنطق حاولت أن تأخذ روسيا تحت أجنحتها حتى لا تقدر أن أوروبا يعني ترفع من الغدر تبعها. هي دائما تحب أن الدول الحولها تكون دول يعني تبعية وليس دول مستقرة ودول مسيسة بسياستها الخاصة بالدولة. زي ما ذكرنا يعني لم يكن هناك استعدادا كبيرا للشعب الأوكراني إنه من الجهة الروسية يتم في يوم من الأيام الضرب بهذه الصورة، ولكن أوكرانيا دولة بسيطة ودولة يعني مسالمة ولم تشارك في أي عمليات عسكرية، وهي الأساس أوكرانيا كييف روس هي أساس الدولة الروسية أصلا، وده شيء دائما كان على بسبب قلق للدولة الروسية ولسيادتها. فلذا حبت، ونحن كما نلاحظ في الفترة الأخيرة روسيا تحب أن تمتلك كل المداخل والمخارج، فأوكرانيا هي المدخل الميناء كان الأساسي للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية حسب الاتفاقية المبرمة عام 1992، إن منطقة الغرم هي منطقة تابعة جغرافيا لأوكرانيا. فهم حتى في دولنا العربية والإسلامية هنالك يزحفون إلى تمكين بعض المؤن والمناطق الاستراتيجية لوضع قواتها في مثلا على سبيل المثال في سوريا، هنالك قواعد برية وعسكرية يعني موجودة في سوريا. فهم الدولة الروسية تحب أن تضع جيوشها حول الدولة الروسية السابقة. على ذكرك الآن لبوتين، هناك طبعا تساؤلات كثيرة جدا، ما هو مغزى اعتراف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين داخل الأراضي السيادية الأوكرانية؟ أنت ذكرت أحدهما الآن، ما هو السر في ذلك؟ ماذا يريد من هذه المنطقة؟ فلاديمير بوتين يعلم جيدا أن أوكرانيا تزعى للانضمام في الانضمام في الاتحاد الأوروبي، وتتبع تحب أن تدخل في الناتو لتوفير حمايتها، وهذا من وجهة نظر أوكرانيا هي الخوف من روسيا نفسها. وده شيء يعني أغلق فلاديمير بوتين، وهو يعلم بأن إذا كانت هنالك حرب داخلية داخل الدولة لا يمكن للناتو انضمام هذه الدولة إلا بعد انتهاء الحرب الداخلية. فهو افتعل حرب داخلية في منطقة الدنباس لوغانس ودنيسك لتكون ذريعة بالرفض الاتحاد الأوروبي ودول الناتو إن بعدم انضمام أوكرانيا للناتو حتى لا تتمكن من يعني حمايتها كاملة، وحتى هو يكون دائما مسيطر على الموقف، وضع الناتو في منطقة حدودية
لروسيا يسبب يعني خوف للرئيس فلاديمير بوتين؟ أنا أحاول أن أبني أسئلتي على ما تقوله أنت لأنك أنت عشت في أوكرانيا وتعرف الواقع بدقة. ما هو التغيير الذي طرأ المفاجئ، التغيير المفاجئ اللي طرأ في القوات الأوكرانية فجأة؟ يعني كانوا طبعا ينسحبوا باستمرار في الأراضي التي كانت تحتلها القوات الروسية، الآن ظهرت قوة يعني استغرب البعض أيضا عندما شاهدوا بهذه السرعة، يعني بدأوا يحرروا الأراضي التي احتلتها القوات. ألا يكون ذلك بدعم أمريكي أو أوروبي أو من الناتو كما يقال؟ كيف يفسر الشعب الأوكراني هذه القوة المفاجئة التي ظهرت الآن داخل أوكرانيا؟ أوكرانيا منذ عام 2014 بعد يعني انقسام جزء كبير جدا جدا ومنطقة استراتيجية من حدودها بدأت في الاستعداد أو الخوف من المستقبل، من أنه الدولة الروسية تلتهم جزء آخر من الجزء الأوكراني، فخلاهم يكونوا على استعداد كامل. ولكن بالنسبة للسؤال، الفترة الأولى هي كانت الضربة المفاجئة زي ما ذكرت، الأوكران لم يتوقعوا أن الروس حيضربوا المناطق المدنية داخل الدولة الأوكرانية، فعنصر المفاجأة في الفترة الأولى خلاهم يتراجعوا بعض الشيء، ولكن روحهم القتالية منذ الفترات الأولى كانت عالية جدا جدا. وكما ذكرت نحن يعني شهدي عيان أن جميع الشباب من الدولة الأوكرانية ما خرجوا خارج الدولة ولا نزحوا للدول الأوروبية، نزحوا بعض الأسر من الأطفال والنساء، أما أبنائهم فهم صمدوا داخل الدولة الأوكرانية على زعم الدفاع عن هذه الدولة واستراتيجيتها. القوات الروسية لم تحارب الأوكران بصورة كما نتعودها في الحروب العادية، ولكن هناك كانت حروب شاملة، هو عبارة عن طوق. روسيا طوغت المنطقة الجنوبية والشرقية للدولة الأوكرانية، ودخلت من الحدود روسيا البيضاء وروسيا والجمهوريات اللي كانت قبل كده يعني استغلتها ككوبانت، فأخذوهم وكانوا حبوا أن يعملوا عبارة عن دائرة ويكون في هذه الدائرة مخرج واحد حتى يعني الشعب الأوكراني ينزح ومن هذه الفجوة، ولكن ليس بغرض الشيء الإنساني بالنسبة للشعب الأوكراني، ولكن هم حاولوا أن يهجروا المواطنين، وتهجير المواطنين من المناطق يسهل لهم عمليات الاستفتاء المزورة الذين يعني يخططون لها في المستقبل. وكان عند ظنهم بأن يعني استيلائهم للدولة الأوكرانية سيتم في خلال 3 أيام أو 24 ساعة، ولكن قد تفاجئوا بصمود القوات الأوكرانية ضد الهجوم الغاشم. جيد بروفيسور أمير، نحن حاولنا اليوم جزأنا الحوار إلى جزئين، إلى قسمين اليوم. الجزء الأول طبعا سننهيه بسؤال أخير، بعدها سنواصل الحوار ننتقل إلى الجانب الإنساني. السؤال الأخير في هذا الجزء الأول، هل هناك أي بوادر على حل دبلوماسي بالنسبة لهذه القضية؟ طبعا هنالك طبعا مبادرات عديدة، منها يعني الرئيس الفرنسي يتحدث عن إمكانية الحوار مع بوتين لحل المشكلة بالطرق السلمية، وأيضا بصوت خافت المستشار الألماني شولز أيضا يتحدث عن إمكانية السلام، وهؤلاء يواجهون طبعا ضغوطات من أمريكا وغير أمريكا، لا يريدون السلام، يريدون استمرار هذا الحل. وهذا مما يؤكد، أو أنا حسب متابعتي لهذا الملف، هناك الكثير من الأوروبيين يعتقدون أن الأوكران هم ضحايا صراع بين الناتو وأمريكا من جانب، وبين روسيا أيضا، وخلفها أيضا الصين. أنت طبعا الآن كما قلنا أوكراني الهوى لأنك تحمل الجنسية الأوكرانية، كيف تفسر ذلك؟
أنا على حسب اعتقادي بأن الأوكران يدافعون عن بلدهم بكل الأشياء الممكنة، ولذلك يعني هم لا يلجؤون للصلح في الوقت الحالي، نسبة لأن هنالك جزء كبير جدا جدا من أراضيهم تحت النفوذ أو تحت يعني الجيوش الغاشمة الروسية، فهم لا يرون في الوقت الحالي أن هنالك إمكانية للتصالح أو للاتفاقية السلام بين الشعبين، والشعب يبغض نصف أو 30% أو 25% من أراضيه. ففي الوقت الحالي سياسة بوتين هو نفسه حاول أن يعمل سقفا أعلى، حتى لو قعد على كرسي المفاوضات أن يأخذ الكم الأعلى، ويعني يكون صاحب الإمكانيات العليا. فهو حاول في الفترة الأولى يعني أخذ مناطق عديدة، ولا لذلك عندما يقعد للمفاوضات، فالمفاوضات في الوقت الحالي هي لصالح روسيا. الشعب الأوكراني لا يرضى في الوقت الحالي بالمفاوضات، لأنه هنالك أراضي كبيرة جدا جدا أو جزء من الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية. وكما نشاهد، وفي الأمس كان الرئيس الأوكراني قام بزيارة لمنطقة إيزوم، وهي المنطقة الاستراتيجية التي استولى عليها القوات الروسية كمدينة استراتيجية. من عندها تم الإمدادات للجيش الروسي في جميع المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. فبعد شهور، بعد 6 شهور، تمكنت القوات الأوكرانية في الأسبوعين الفائتين باسترداد هذه المدينة. وللأسف الشديد كانت هنالك مجازر بشعة للمواطنين الذين كانوا مكبدي الأيدي على الخلف، واستدعى الرئيس الأوكراني عدد كبير جدا من الصحفيين الدوليين لمشاهدة الموقف. وهذا يدل إنما روسيا تقوم بمجازر جماعية داخل الأراضي الأوكرانية، وهذا استفزاز كبير للمجتمع الدولي. وفي نفس الوقت عندما رأوا هؤلاء الجثث كانت مواقعها في الغابات المدينة، وجدوا 20% فقط هم من رجال الجيش، أما 80% من الأطفال والنساء مكبلي الأيدي. وهذا إنما يدل على مجازر بشعة وشيء عمل غير إنساني وعمل غير إخلاقي. حتى في الحروب لا يمكن استغلال المواطنين العاديين كدروع كضحايا للحرب أو كاستفزاز للضغوط الحرب. هنالك أطفال وهنالك نساء، وكما ذكرنا وذكرتم يا دكتور وأنت شاهد عيان في ألمانيا، هنالك أسر كبيرة جدا جدا لجأت لألمانيا ولأوروبا، وهنالك أطفال فقدوا أولياء أمورهم من الآباء والأمهات، وهنالك أصبحوا أيتام دون مأوى ودون راعٍ لهم. سننتقل إلى هذا الملف دكتور. طبعا نحن جرت العادة قناة القرن الأفريقي تعمل ب10 لغات، منها الإنجليزية والعربية والألمانية، ولكن للأسف لم نجد شخص يتحدث اللغة الأوكرانية. في الجزء الأول طبعا والذي نبثه الآن عبر الساتلايت، عبر نريدك أن توجه كلمة لأصدقائك في داخل أوكرانيا، أنت الآن بعيد منهم باللغة الأوكرانية، حاعطيك فرصة 5 دقائق، ماذا تريد أن تقول، وما هي الرسالة الذي تود إيصالها لأصدقائك ولجزء من أهلك أيضا داخل أوكرانيا باللغة الأوكرانية؟ 5 دقائق، بعدها سيكون لنا فاصل حتى ننتقل في الجزء الإنساني من الحوار. تفضل. دا يا إزئيت ميستا ياخذ شو вначале сказать здравствуйте, дорогие мои граждане Украины. Я очень гордюсь, что я когда-то был в этой стране, и я сегодняшний имею
граждан своей страны. Я горжусь, что вы защищаете свои страны, и вы сегодня гордость мирового общества. Вы доказали, что вы люди достойные, люди с больших набравами. И мы видели украинский, и мы сейчас находимся в Европе. И, ну, я скажу из этого места, что я общался с украинским народом. Этот народ, он отличается из всех европейских и всех наций. Это люди очень щедрые, очень добрые, очень... Ну, я, если я буду начинать числать их достоинства, наверное, мне не хватает времени, что сказать им все, что я хотел. И я за это место, я благодарен всех матерей, которые, их дети вышли защищать эту страну. Это гордость, это что-то выше своей, ну, цели. Это мы надеемся, что наша страна, Украина, остается, как она есть. Никакой кубанцы, они не могли нас победить. Этот народ, он свободный народ. Этот народ очень гордый. Этот народ очень справедливый и щедрый. Поэтому ни Россия, ни какой страны в мире не могла сказать над нами или над Украиной. Спасибо большое, что вы есть. Мы с вами, и мы отсюда. Каждому защищает, как он имеет. Мы отсюда покажем всем мире, что Украина – это страна самостоятельная, это страна никогда не будет зависимая. Как некоторых стран, вы всегда свободные люди, и мы за свободу. И победа за нами. Мы за Украину. مشاهدينا الأكارم، حوارنا سيستمر مع البروفيسور أمير حسين حسن من العاصمة النمساوية فيينا، والآن سننتقل بعد الاستراحة إلى الملف الإنساني. سنواصل حوارنا مع البروفيسور أمير. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حوار مع البروفيسور أمير حسين حسن من العاصمة النمساوية. اليوم الحوار يدور حول مأساة الشعب الأوكراني، والبروفيسور أمير عاش في ذلك البلد وبنى حياته وأسس حياته، والآن هو طبعا ترك أوكرانيا مع عشرات الآلاف من اللاجئين الذين عبروا إلى أوروبا، يتواجد هذه الأيام مع أسرته في العاصمة النمساوية فيينا. بروفيسور مجددا مرحبا بك. مرحبا بك. الآن نواصل الحوار حول الملف الإنساني. المأساة طبعا كما ذكرت شاهدها الجميع، ونحن طبعا قصرنا في تسليط الأضواء على هذه المأساة لأننا لم نجد محاور، عندما أنه كل من تحدث تحدث جانب واحد. طبعا ما نسمعه الآن في أوروبا، في دول الاتحاد الأوروبي، خليط من السياسة والإنسانية، لأنه طبعا هم يجيرون ذلك مأساة الإنسان لمشاكل. أنت الآن سأتحدث معك طبعا كسوداني أفريقي رئيس الجالية، كيف عشت تلك الفترة، وما كان مشاعر، وكيف شعرت عندما اضطريت لترك كل شيء خلفكم والهجرة إلى بلد آخر؟ طبعا نحن زي ما ذكرنا من أصول من دول أخرى، فكان هناك حاجز كبير بالنسبة لنا إن هنالك أبناء جاليتنا المسلمة أو الأفريقية الموجودة في الدولة الأوكرانية. عندما بدأت هذه الحرب ونحن كما ذكرت لم نكن نتوقعها، أو هنالك العقلية اللي كانت ترفض الشيء هذا، قمنا في الأول كان الشرط الأساسي إنه هو يعني قمنا بإخراج أبناء جلدتنا من هذه الدولة، عندما سمعنا بأن هنالك قوة روسية غاشمة، والدولة الروسية نحن نعرف مدى خطورتها، فلقد ساهمت في الحروب
في الدولة السورية، ورأينا بهم عيننا هنالك المجازر والمصائب. فكان الهدف الأساسي هو الخروج من الدولة في أسرع وقت. أنا شخصيا خرجت بعد ما انخرجوا جزء كبير من أبناء الجالية السودانية وبعض الجاليات الأفريقية والجاليات العربية، فبغي جزء بسيط جدا، وهؤلاء أشخاص لم يعني يحبوا أن يتركوا هذه الدولة. وهنالك من أبناء الجالية الأفريقية والجالية العربية والجالية الإسلامية بشكل عمومي يحاربون في صفوف الجيش الأوكراني ولم يتركوا البلد. أما بالنسبة للموقف فكنا نبني كمهنيين في أنفسنا حتى أن نتمكن أن نعيش حياة كريمة في هذه الدولة، ويكون لنا بيوتنا ومستشفياتنا، ويعني كل شخص المهندسون قد يصنعوا هنالك مكاتب وشركات، ونحن كأطباء هنالك عندنا يعني عيادات. ففي لحظة الحياة أو الموت فالإنسان دائما طبعا بفضل إنه الحياة، فتركنا كل ما نملك وهربنا إلى الدولة الأوروبية اللي هي في مختلف الدول، وهنالك من كان ذهب إلى ألمانيا وهولندا وجميع الدول الأوروبية استقبلتهم. فلم نخرج إلا بملابسنا، و يعني لم تكن هناك خطة للخروج. فصبحنا وأخذنا حزيمتنا وذهبنا إلى الدول المجاورة. هناك بعض الطلاب الذين عانوا معاناة شديدة في الفترة الأولى، وكان البرد قاسيا جدا، كانوا يمشون حوالي 50 كيلومترا و70 كيلومترا على أرجلهم وفي لحظة البرد الغارس إلى الدول المجاورة حتى أن يتمكنوا بالنجوء من الحرب الغاشمة. وحتى الآن نحن يعني نعاني معاناة كبيرة جدا، إنه نحن ليس في أرضنا وليس في منازلنا. ومن هنا أحب أن أشكر المجتمع الأوروبي على استقباله بقدر إمكانياته، وهم أغوا كل النازحين من الدولة الأوكرانية في أوروبا وقدموا لنا المساعدات، ليس راضيين عنها، ولكن نقول نشكرهم من هذا المنبر على حسب كل دولة وعلى حسب إمكانياتها وسياساتها الخارجية. فالحمد لله لقد وفروا لنا يعني ملاجئ ومنازل للأسر، ومن هنا نشكر من ناحية الإنسانية كما ذكرت الدكتور حمدان، يجب علينا أن نذكر حقوق الناس علينا. فالشكر كل الشكر للشعب الأوروبي لاستقباله لأبنائنا النازحين، وقد سبق واستقبل أبنائنا من الجاليات الأفريقية بعد المشاكل السياسية والحروب الداخلية في الدولة الأوكرانية. برضو أنطر أن أشكرهم مرة ثانية على أبناء جلدتنا الذين يعيشون في أوروبا ويجدون الدراسة وتعلموا، ونحن نراهم هنا يعني من هناك من الدول من الغرب الأفريقي من أبناء جلدتنا، وهم أيضا يقدمون لنا مساعدات كبيرة. فالحمد لله أبناء الجالية الإريترية والأثيوبية والصومالية في أمريكا قدموا مساعدات كبيرة للشعب الأوكراني، وهذا شيء يعني يرفع من شأننا كأبناء الغارة الأفريقية متواجدون ونقدم أيادي الخير وأيادي العطاء للمحتاجين الذين نزحوا للدول. نعم. سنأتي إلى هذه النقطة الآن. هناك طبعا أرقام متداولة في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تتعلق بعدد الذين نزحوا، أي اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية. هناك من يقول عدد 2 مليون، وقد بعضهم يرفع العدد إلى 3 ملايين. أنت بما أنك عشت في هذا البلد ولك اتصال الآن مع الجاليات الأوكرانية سواء كانوا من الأجانب أو المواطنين الأصليين، طبعا كم تقدر عدد الذين نزحوا من ديارهم الآن من أوكرانيا بسبب الحرب؟ عدد الذين نزحوا إلى الدول الأوروبية وبعض الدول اللي هي كندا وأمريكا حوالي 2 مليون، 2 مليون ونصف،
ولكن هناك يعني نزوح إلى الأرض إلى الوطن الأول في نزوح عكسي، يعني نزحوا إلى أوروبا ومكثوا 3 شهور و4 شهور، ولكن عودهم الحنين إلى بلدهم، فجزء كبير من النازحين الأوكران عادوا إلى أوكرانيا في الفترات الشهرين الماضيين إلى أوكرانيا. فالآن يمكننا أن نقول يعني حوالي 1.5 مليون، 1.8 مليون يتواجدون في الدول الأوروبية. دكتور أمير، أنا أستمع إلى حديثك بكل ارتياح، لأنك تتحدث الآن عن الشعب الأوكراني بأمانة وبصدق أيضا. هذا دليل أنه طبعا أريد أن أسألك عن التعايش، لأن هنالك طبعا من يهول القضية، يقول الأفارقة مضطهدين والشعب الأوكراني هو شعب عنيف ودائما يعني هو الذي يحرك الحروب. فكيف كانت يعني حياتك أو حياة المهاجرين هناك في وسط هذا المجتمع وأنت متزوج منهم أيضا؟ لماذا بعد وسائل الإعلام الأوروبية الآن تتهم الشعب الأوكراني بالعنصرية، أو بعد الأفارقة أيضا يقول هذا شعب عنصري، شعب غير متعايش، شعب عنيف، فكيف تفسر ذلك؟ من هذا المنبر نحب أن أصحح بعض المعلومات وأجاوب على السؤال حضراتكم. الشعب الأوكراني من أطيب الشعوب الموجودة على الدولة، يعني على القارة الأوروبية، ودول شرق أوروبا هم متعايشين دائما أكثر من غرب أوروبا. فنحن عشنا في أوكرانيا وتزوجنا من الأوكرانيات، وهناك عدد كبير جدا جدا من الأوكرانيات يعيشون الآن في الدول الأفريقية. الشعب الأوكراني شعب غير متعنصر لجهة أو لأغلية معينة، الشعب الأوكراني شعب بسيط جدا جدا، وشعب يتعايش مع جميع الشعوب، وشعب غير محارب بطبيعة الحال. عن الأوكران هم أناس بسيطون ودائما وأشخاص كريمون، يشابهون في العادات من أبناء مناطقنا الذين أتينا منها، هنالك الطيبة والكرم والشجاعة، وشعوب بسيطة جدا جدا يأتؤون كل المواطنين. ونحن يعني دليل على ذلك، لقد تزوجنا من الأوكران وعشنا في أوكرانيا وأخذنا فرص عمل كبيرة جدا جدا، حتى هذه الفرص أبناء دولنا الذين رجعوا بعد الفترة الدراسية لم يتمكنوا من الحصول من المناصب الذين تحصلنا عليها نحن في هذه الدول. وهذا إنما يدل إن هنالك ليس فرق بين أوكرانيون أو شخص نزح من دول أخرى إلى أوكرانيا، وهذه شهادة نزعل عنها يوم يعني الشخص يلاقي ربه، إن الشعب الأوكراني شعب طيب جدا جدا وشعب بسيط، وأنتم أيضا التقيتم به في ألمانيا، وأعرف إنه قناتكم قد قامت ببعض المساعدات لأبناء النازحين وكذا، فأنتم أكيد التمستم هذا الشيء ويعني التمستموه بنفسكم. نعم. الآن طبعا قبل ما يداهمنا الوقت أريد أن أتوجه إليك، طبعا أوضاع السودانيين بصفة خاصة الآن، أنت كسوداني في أوكرانيا، وكيف استقبلك، كيف استقبلت من قبل أبناء الجالية السودانية في النمسا؟ أدمج هذا السؤالين على في رد واحد. كيف وجدت طبعا إخواننا الآن الموجودين، لأن كلهم أصدقائنا في فيينا، كيف كان الاستقبال، وكيف طبعا يعني الآن وجدت فيينا في ظل وجود هذه الجالية في النمسا؟ عندما أتينا لهذه البلد وجدنا وسألنا عن الجالية السودانية أو البيت السوداني، وجدنا هنالك السودان مصغر في داخل الدولة النمساوية فيينا.
وجدنا العادات السودانية ووجدنا استقبال كبير من أبناء الجالية السودانية في فيينا، ولم نشعر عندما أتينا إلى هذه البلد أننا نحن خرجنا من أوطاننا ومن منازلنا. لقد احتوانا احتواء كاملا وقاموا بضيافة جميع أبناء الجالية من الطلاب، وتم يعني إقامتهم داخل البيت السوداني في فيينا، وهنالك يعني عمادة وأشخاص ذو أياد بيضاء على الجالية، ولقد رأينا منهم استقبالا كبيرا من أبناء الجالية السودانية، و أعلم أن هنالك من أبناء البيت السوداني غاموا باحتواء أبناء الطلاب، وكذلك في بعض الدول الأخرى في ألمانيا وفي هولندا. أما البيت السوداني في النمسا فهو من أكبر الـ يعني الـ المنصات الذي احتوت أبنائنا وقامت بدور كبير جدا جدا. وهنالك أبناء الجالية السودانية في بولندا، هنالك أيضا قاموا بعمل جليل واستقبال جميع الطلاب عبر المناطق الحدودية من أوكرانيا لبولندا، ومن هنا نشكرهم جزيل الشكر، ونشكر أبناء جاليتنا في ألمانيا، وهيئاتنا الدبلوماسية أيضا قامت معنا بعمل كبير كإنسانيا وليس دبلوماسيا، فكانوا يغمون معنا الليالي في المناطق الحدودية حتى يتمكن أبناءنا السودانيين الذين فقدوا هويتهم، أعني جوازاتهم وإقاماتهم داخل الدولة الأوكرانية في الفترة البسيطة عند اندلاع الحرب. من هنا أشكر قناتكم الموغرة أيضا على إتاحة هذه الفرصة والتوضيح. ونحن في أوكرانيا دائما نتشرف ودائما كنا نرتغب الغناء، لأنها تبث لنا أخبار عن أبناء جاليتنا في جميع الدول الأوروبية، ونتمنى لكم التوفيق. قبل أن نختم بروفيسور أمير، الآن أعطيك فرصة أيضا كما وجهت كلمة باللغة الأوكرانية أن توجه كلمة لأبناء الجالية السودانية داخل من بغى منهم داخل أوكرانيا وفي الشتات أيضا لجاليتكم السودانية. تفضل في دقائق أعطيك الفرصة. من هنا طبعا بوجه رسالتي إلى أبناء جاليتنا الموقرة في أوكرانيا، و أتمنى أن يكونوا جميعا بخير داخل الدولة وفي دول الشتات، ومتمني لهم أن ربنا يوفقهم في حياتهم العملية والدراسية. من رغب في الدراسة فهنالك فرص كبيرة في الدول الأوروبية لاستكمال مراحله الدراسية، ومن بغى في أوكرانيا أتمنى له الحياة يعني الكريمة، وربنا يحميه في هذه الحرب. ونحن غادمون إن شاء الله غريبا. تلك الشعور المتنة والحب لهذه الدولة الذي نلنا منها شهادات علمية وتزوجنا فيها وأصبحت لنا هنالك أصدقاء وأهل، فنحن عايدون وإن شاء الله أنتم تكونون على خير. أما الذين في أوروبا فأرجو منكم يعني الحرص على الأمن والسلام ومتابعة الأوراق القانونية في هذه الدولة حتى لا تصبحون حالة على شخص أو على دولة ما. فمن حقكم الآن أن تأخذوا اللجوء، ومن حقكم الآن أن تكملوا دراساتكم، فأرجو منكم مثل ما تأخذون حقوقكم أن تعطوا تلك الشعوب حقها في الاستضافة وحقها في إنها أوتكم في هذه الأيام. شكرا جزيلا بروفيسور أمير، سنتواصل معك لتضعنا في الصورة في حول آخر التطورات في داخل أوكرانيا، وإن شاء الله شاكرين لك يعني تلبيتك لدعوة قناة القرن الأفريقي. مشاهدين الكرام، بهذا ينتهي لقاءنا مع البروفيسور أمير
حسين حسن من العاصمة النمساوية حدثنا حول الأوضاع في أوكرانيا. وحتى نلقاكم في برامج أخرى أستودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله.